دكتور عماد. نعم، أنا وأحد الأخوان، أحد الأخوان من الأخوة اللي معترضين على هذا، قال إحنا لدينا 650 ألف صوت. طيب أنت تعرف إذن المفوضية حافظت على هذه الأصوات، موجود 650 ألف صوت، بس تعال تحدث لي إنه شلون توزعت هاي ال 650؟ 650 عند غيرهم أخذ بيها مقاعد 60 و70 مقعد، بس بالنسبة للكتلة هذه أخذت بها 18 أو 19 مقعد. الآلية وين؟ الآلية إنه الأصوات محفوظة والمرشحين أخذوا حقوقهم، لكن تلقى مرشح أخذ 38 ألف صوت من هاي الأصوات، وتلقى مرشحين أربعة خمسة بالدائرة مرشحين من كتلة معينة توزعت الأصوات بيناتهم، وبذلك ما حصل أحد على أنه هو يكون فائز. إذن الآلية المفروض يكون عندهم خبرة الإخوان في توزيعها. هاي مسألة. المسألة الأخرى بالنسبة لما يشاع بالنسبة لعمل المفوضية، لحد الآن لم يثبت أنه هنالك محطة من المحطات اللي بالغ عددها 57900 تقريبا، أنه هنالك في محطة حدثت مشاكل تزوير أو تلاعب، وهذا هو النتيجة الحقيقية اللي احنا نبحث عنها. المفروض ننطلق منها عن حقيقة الانتخابات وواقع الانتخابات. الآخرين لا يقولوا كما تقول أنتم، أن تبددوا لديهم الشكوك. والله يا أستاذ نجم، يا أستاذ نجم، إحنا عندنا 397 شكوى، ولا شكوى تطرقت في مضمونها أنه هنالك تلاعب أو توزير، فقط على أنه الكيانات وحضور الكيانات وطردوا المراقبين وخلل بالبطاقة وخلل بالجهاز، يعني كلها قضايا فنية إدارية. الحمد لله والشكر، المفروض هذا الإنجاز تشكر عليه المفوضية والأطراف. إحنا هذا النجاح مو بس للمفوضية، النجاح لكل شركائنا. المفروض الكل الآن يفتخر أنه إحنا أدرنا انتخابات ناجحة بشفافية عالية بنزاهة عالية، هو هذا أساس العمل. أما قضية الربح والخسارة، هذه ثقافة للأسف إحنا نفتقدها. لكن الأخوة الآن المعترضين لديهم حق، يقول لك أنا مثلا عندي أصوات، عندي ناخبين، أريد أفهم أنه أكو محطات أنا أشكك بها. إذن المسلك القانوني كان رائع. طيب جلستم معهم وقدموا الطعون دكتور، والمفوضية التزمت بهذا الأمر. أنتم جلستم مع هذه الأطراف التي تشكك بنتائج الانتخابات وقدمتم لهم على الطاولة، على قولت يقول ذني مالاتنا وذني جياتنا وتعالوا شوفون صار هذا. احنا بالحقيقة تعرف المفوضية تعمل بمعزل عن الجميع، لان هذه استقلالية. تعرف المفوضية اليوم لما تجلس مع طرف سياسي دون اخر يثار اللغط بهذا الموضوع. أيه. لكن شلون حلحلت الامور المفوضية؟ المفوضية لما اعلنت نتائجها خلاص فتحت فترة طعون، واهلا وسهلا كل واحد من الاخوان عنده عبر القانون شنو مقتضيات القانون والطريقة انه قدم طعن، خلاص هذا طعن بهذه الدائرة. طبعا مادة 38 صحيح، هي أشارت أستاذ نجم مادة 38 أولا على المفوضية اعتماد نتائج العد والفرز الإلكتروني، لكن بالأخير اشتركت مجال، تركت مجال للمعترضين، وذكرت أنه المحطات ومراكز الانتخابية المشكو منها والمطعون بها يجب أن تعاد عدها وفرزها يدويا. إذن هي تركت المجال للعد والفرز اليدوي لكن بشروطها. إذن اليوم المفوضية تدرج قد عدت محطات؟ عدت 16996 محطة، مو فقط اللي عديناهن وفرزناهن مركز العد والفرز، عدت 25% من محطات الاقتراع، وهذه نسبة كلش عالية تدز رسالة اطمئنان انه النتائج اليدوية هي مطابقة للنتائج الالكترونية.